عليكم ورحمة الله وبركاته من أحضان جبل أحد يوم الأربعاء 21 شعبان 1438. أنا أخونا أبو عبد الملك أحمد باصوتين، حياك الله. الله يحييك أبو حمزة. يا مرحبا أخونا حمزة جميل، أخونا حمزة جميل أبو محمد، حياكم الله. إحنا فين دحين يا شباب وإيش رحلتنا؟ إحنا في المهرات الغربي إن شاء الله. طب أنا أتوغل كده شوية قدام. عند هطول الأمطار هذا المكان يكون ممتلئ بالماء، كذلك المهراس القادم اللي حنشوفه الآن ونشاهده. من العجيب جميع الألوان تشاهدوها عند المهراس في الصخور جميعها لا إله إلا الله. هذا هو المهراس اللي جاء سيدنا علي رضي الله عنه وأخذ منه الموية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل منه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. المهراس هذا هو تحتنا. هنا وقت الأمطار يكون شلال ومنظر جميل عجيب جدا. هذا جزء من الماء متبقي. عند هطول الأمطار بعد الأمطار من أسبوع إلى أسبوعين إذا كانت أمطار كثيفة ستشاهدون منظر المحاريس وجمالها، خاصة في هذه المنطقة لاختلاف ألوان الصخور في نفس منطقة المحاريس. مناظر جميلة. خايا بعض الأمطار الخفيفة. كذلك أحد المحاريس. هنا هذه مستطحلة بالموية. هناك كذلك مهراس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت المطر زي الغدير، شوفوا سبحان الله واضح مكان حد الموية مرتفع سبحان الله. ألوان في جبل أحد عجيبة غريبة. وين الألوان عجيب لا إله إلا سبحان الله. وهنا مهراس كبير جدا. يلا الشباب والله هنا مهراس كبير مرة. والله البيك ما شاء الله، الله يبارك له، شامخ إلى قمم جبل أحد. اللفة ورجعة هذا نقش أطول وأشق. وهناك نقش آخر.